وللوقوف أكثر عند الأعداد الكبيرة بأمراض السرطان ينضم إلينا عبر الهاتف من ستوكهولم الدكتور كاظم المقدادي الخبير بالأمراض البيولوجية وآثار اليورانيوم. دكتور كاظم مرحبا بكم. أهلا ومرحبا. دكتور لنبدأ من تصريح للجنة الصحة والبيئة النيابية حيث كشفت عن تسجيل محافظة البصرة لوحدها 23 ألف حالة إصابة بالسرطان خلال الفترة الماضية، لكن هنا من يتحمل مسؤولية هذه الأعداد الكبيرة؟ هل هي قوات الاحتلال الأمريكية أم الحكومات المتعاقبة؟ بالحقيقة هو حتى هذا الرقم مو صحيح. أنا عندي معلومات أنه أكثر من 300 ألف مصاب في محافظة البصرة، والكثير من المعلومات والأرقام قسم منها يعني رسمية تقول أن هذا العدد هو عدد قليل، 23 ألف وإنما هو أكثر بكثير من ذلك. أما من يتحمل المسؤولية، يعني قبل كم يوم كنت على فضائية أخرى يقول المتحدث باسم وزارة الصحة أن العدد لا يتجاوز 300 أو 400 مصاب شهريا، في حين هو العدد أكثر من ذلك بكثير. وبالحقيقة الأسباب هذه الإصابات هو أولا يتحملها المحتل عندما غزا العراق واستخدم للمرة الثانية، حول الشعب العراقي إلى تجارب أسلحة الفتاكة، أسلحة اليورانيوم المنظم. دكتور هل يمتلك العراق يعني أدوية لهذه الأمراض الخطيرة؟ والله احنا لحد الان الاهمال اللي جاري من قبل الحكومات المتعاقبه لم تقم باي شيء للوقوف على حجم هذه الكارثه، وكذلك مساله تقديم المساعده الطبيه والمعالجه. قبل كل شيء لا بد من الكشف المبكر عن الاصابات السرطانيه. احنا اغلب الحالات أستطيع القول أن 95% من الإصابات السرطانية تصل للأطباء بالمرحلة الرابعة، أي المرحلة الأخيرة والتي من الصعب معالجتها. أما الإدعاء أنهم عالجوا الكثير، وأنا لا أصدق بهذا القول. يعني كثير من الإهمال، كثير من التناقض والتعتيم على حجم الكارثة السرطانية في العراق. وأمس يقول أحد المسؤولين أن البصرة هي خامس محافظة بالعراق، في حين المعلومات تؤكد أن بغداد أولا والبصرة ثانيا، وتأتي محافظة الأنبار ثالثا، وخصوصا في الفلوجة، وهناك ليس فقط اليورانيوم المنظم وإنما استخدم سلاح الفوسفور الأبيض. دكتور ربما سأبتعد قليلا عن الأسئلة، ولكن أنت قلت لابد من الكشف المبكر عن الأمراض السرطانية، هناك أيضا أعطيت نسبة 95% من الإصابات التي وصلت إلى المرحلة الرابعة وهي مرحلة الخطيرة جدا، لكن هنا بعجالة لو سمحتم كي أعود إلى الأسئلة، كيف يشعر المريض؟ ما هي العلامات على وجود مرض السرطان دكتور؟ يعني هو من المعروف أن السرطان مرض خبيث، والخبث جاي من هنا أنه يعني ممكن أن ينهش في جسم المريض والمريض لا يشعر فيه، وإنما عبر الفحوصات الدورية. يعني على سبيل المثال زوجتي أصيبت بالسرطان في شهر 11، هنا في السوق يجرى فحص وقائي لكل النساء وسنويا، لكن بعد ما يتخطى العمر 64 يكون كل سنتين. وبالصدفة يعني هي كانت تنتظر أنه بعد شهر
يجيها الموعد حتى تروح هذا. طيب دكتور، أعود إلى أسئلتي، بماذا تبرر الحكومة وقوفها وقفة المتفرج تجاه انتشار الأمراض السرطانية في البصرة وسط تدهور الواقع الصحي في المحافظة منذ فترة طويلة؟ بماذا تبرر أن الحكومة تتفرج فقط؟ هو طبعا الموضوع، أنا قلت قبل كل شيء، هنالك إجراءات وقائية تتخذ، ولو كانت الحكومة حريصة على ذلك لكانت اتخذتها ولصرفت ما يستحق من مبالغ على الجانب الوقائي أولا. وثانيا الجانب الآخر هو أن أسباب حدوث الأورام السرطانية موجود لا زال. على سبيل المثال أنا نبهت من عام 2003 قلت أن هذه المخلفات الحربية المنتشرة في أرجاء العراق راح تسبب كارثة كبيرة إذا لم تتخذ الإجراءات العاجلة لجمعها والعمل على طمرها. وحتى عقدنا مؤتمر دولي هنا في السويد وسلمنا كل الأبحاث والوثائق وكيفية التخلص من النفايات المشعة، ولكن الحكومة هل وجدتم استجابة دكتور؟ هل وجدتم استجابة من قبل الحكومات المتعاقبة بعد هذا المؤتمر؟ لا أبدا. وقبل هذا انعقد في البصرة عام 2009 أول مؤتمر لدراسة الأمراض السرطانية المنتشرة في البصرة، وصدرت توصيات جدا مهمة، وحضروه خبراء وأساتذة كبار من العديد من دول العالم، ولكن الحكومة أهملت كل شيء ولم تأخذ بها. وكذلك أنا نفسي قمت وسلمت كل الوثائق إلى السفير العراقي هنا في ستوكهولم، والرجال قام بواجبه ورفعها لوزارة الخارجية، والخارجية وصلته إلى المؤسسات المعنية كافة. وإحنا أيضا قمنا، أنا باعتباري كنت عضو في اللجنة، والأستاذ العراقي البروفيسور نظير الأنصاري معه، قمنا بالإضافة إلى ذلك إرسالها إلى كل المسؤولين ولكن أهملوها. الدكتور كاظم المقدادي، الخبير بالأمراض البيولوجية وأثار اليورانيوم، شكرا جزيلا لكم.